حلم في إيكوارا هي التي قدمها المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي، فالخضر دخلوا دون حسابات حين قدموا أداء لا بأس به في الشوط الأول، مع بعض التغييرات التي أحدثها الناخب الوطني رضا زجيلي على التشكيل الأساسية. هجمات تلو الأخرى سمحت للمنتخب الوطني بتعميق الفارق على نظيره الكونغولي، وسط تألق اللاعب الجزائري عمر بن علي الذي وقع لوحده في الشوط الأول 7 إصابات كاملة، مع تصديات رائعة للحارس سمير كربوش ب6 تصديات. ينتهي الشوط الأول لصالح أشبال رضا زجيلي بنتيجة 18-6. الشوط الثاني واصل فيه المنتخب الوطني سيطرته، أين واصل عروضه الاستعراضية بالهجمة والأخرى موقعين العديد من الأهداف. الشوط الثاني واصل فيه المنتخب الوطني سيطرته، أين واصل عروضه الاستعراضية بالهجمة والأخرى موقعاً العديد من الأهداف تداول على تسجيلها كل من عمر بن علي واللاعب خميني وبوخميس. ينتهي اللقاء لصالح الخضر بنتيجة عريضة 35-16. يضمن المنتخب الوطني تصدره لمجموعته ويواجه المنتخب المغربي بكل ارتياح. نقطة يجب الوقوف عليها هي جماهير حرشة التي قامت بصنع صور رائعة، كما سندت المنتخب الوطني منذ بداية المباراة إلى آخر دقيقة في اللقاء. لاعب المنتخب الوطني كان لهم ما يقولون عن اللقاء في ميكروفون الهجار. C'est un beau match. Voilà, on a mené du début jusqu'à la fin, on a su creuser les cartes, tuer le match. Ce qu'on n'avait pas forcément réussi à faire au match précédent. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, il n'y a pas de blessés. Inch'Allah, on va même voir. On a vu que même les joueurs ne sont pas fini, ils ont joué le coup. Alhamdoulilah, c'est une rencontre comme il faut. Ils n'ont pas eu de blessés, c'est vrai. Et même les joueurs ne sont pas joués beaucoup le coup, la forme de leur. Alhamdoulilah, c'est vrai, il n'y a pas eu de blessés. من مباراة لمباراة المستوى ديالك راهو يتحسن، وفوز آخر للمنتخب. والله اليوم مباراة ما كانتش قوية بزاف، جينينا الماتش كيما يلزم افيك 19 بيت ديكار، سي سا ليسونسيال. الحمد لله ما كانش لي بليسي، هذا هو. المهم إن شاء الله اليوم عندنا مقابلة كونتر المروك، إن شاء الله إن شاء الله ندخلوا المقابلة بمقابلة افيك سيرينيتي إن شاء الله بور لو غاني. أنيس رايح يقدم نفس الأداء أمام المنتخب المغربي. إن شاء الله إن شاء الله رانا نتحسنوا مقابلات ما راني نتحسن الحمد لله مقابلة. إن شاء الله اليوم إن شاء الله يكون المردود أحسن من تاع اليوم. رابع لقاء المنتخب الوطني، رابع فوز رغم أنه المنافس كان سهل نوعا. احنا كنا مبرمجين يعني 3 لقاءات الاولين يكونوا صعاب. الحمد لله اللقاء هذا يعني نجموا نستنتجوا منه انه اللاعبين اللي ما لعبوش كثير في اللقاءات 3 اللي فاتوا برهنوا وجودهم، برهنوا احقيتهم على اللعب يعني كلاعبين في المنتخب الوطني. هذا ما اعطى المدرب يعني ريح بعض اللاعبين اللي لعبوا مده طويله في اللقاءات الاولى. الحمد لله اللي خرجنا باللقاء بنتيجه وبدون اصابه ان شاء الله. رحيم، 4e victoire pour la sélection algérienne, des joueurs remplaçants qui ont fait une prestation très honorable. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, on a fait un match plein. L'équipe a fait un match sérieux du début à la fin. On a pu faire un peu tourner l'équipe aujourd'hui. Ça a fait du bien à tout le monde. Ceux qui ne jouaient pas ont pu jouer. On fait vraiment une belle prestation. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, on a une équipe avec 18 joueurs et on aura besoin des 18 joueurs jusqu'à la fin. Demain, un match contre le Maroc. Oui, demain, ce sera un match... toujours un match important de jouer les matchs Algérie-Maroc. Donc on va se reposer ce soir et il faudra penser au Maroc demain. Ce sera un match déjà beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Bon, ما نقولش اللاعبين الاحتياطيين، احنا ايكيب وحده وكاع لي جوار اللي ميريتيو باش يكونوا في التيران، واليوم بينوا بلي كانوا قادرين يمدوا الفلوس، ونشكرهم وان شاء الله نكملوا على هذا اللونسي تاعنا ان شاء الله. مسعود بركوس، غدا ان شاء الله مباراة امام المنتخب المغربي، كيفاش رايحين تدخل؟ نفس اللي دي تاع اللي كانت الماتش اللي فاتوا، باش ندخلوا ان شاء الله نفوزوا بها، باش نقعدوا بريمير بلاس، وهذه باش تسهلنا الماموريه ان شاء الله الكارد فينال، وان شاء الله تكون مباراة تكون في طابع رياضي ما تخرجش على نطاقها. معولين على يعني مشوار بدون خطأ في المجموعة ديالكم يعني. سي نورمال، ديال ديبي تاع الكومبيتيسيون نحوسوا باش كلاسو ديال البريمير تور بريمير بلاس،
والحمد لله مازلنا مباراة باش نتاعو هذا البيت نتاعنا ان شاء الله. اداء مقبول جدا لبوخميس في اول مبارياته هنا في قاعه حرجه. والله اولا نشكر الجمهور هذا، وثانيا نشكر المدرب اللي دار فيا الثقه باش لعبت المباراه تاع اليوم، وان زدنا ريحنا لاعيبه اللي نحتاجوهم في الدور نصف النهائي ان شاء الله والمباريات القادمه ان شاء الله. والله المنتخب المغربي منتخب قوي، نطلب من اللعيبه يكونوا مركزين كثير، لانه كيما اليوم سهلنا المباراه في الشوط الاول وين لعبنا بكره يد سهله ونظيفه، والحمد لله لما تدخل المباريات بجديه وتعطي المباراه اهميه اكثر تكون تلعب براحه نفسيه. الله يسلمك. السلام عليكم. 4e match 4e victoire consécutive pour l'équipe nationale. الحمد لله. الحمد لله. احنا كنا نشوفوا بلي كاين مقابلات صعاب، والحمد لله كنا في المستوى في كل مقابله وكل لاعبين. نظن تكون صعيبه بصح ان شاء الله نخمو غير في روحنا، وان شاء الله نكون احنا مركزين على العمل تاعنا، وان شاء الله نديروا مقابله مليحه. 4e match pour la sélection algérienne, 4e victoire consécutive. C'est clair, 4e victoire consécutive. Maintenant, alhamdoulilah, ça nous a fait plaisir. On a fait un match sérieux. Donc l'entraîneur, il a fait tourner l'effectif. Donc alhamdoulilah, la victoire, elle est là, la première place aussi. Donc ce match-là, il faut le mettre de côté et se concentrer pour le match de demain, inchallah. Omar Ben Ali qui était très motivé, une très belle prestation. Très, très motivé, ouais, parce que j'ai pas joué le dernier match, j'avais du jus à revendre. Maintenant, alhamdoulilah, il a fait tourner. Comme j'ai dit juste avant, il a fait tourner le collectif. On est 18 joueurs. On pense aussi aux autres joueurs qui n'ont pas été sélectionnés comme Hamza Zouaoui, Gaseb ou JJ et d'autres que j'oublie. Donc c'est une victoire collective et l'essentiel c'est de garder cette première place, Inch'Allah. Jusqu'à quand il reste à nous embêter comme ça, Sassi Bourdi? Ah moi tant que Sassi vous embête, moi je suis avec lui, hein, c'est mon frère. C'est mon frère. Hein. C'est beau, tes mots sur le 4e match de l'équipe algérienne. Oh, Alhamdoulilah, c'est un très bon match. On l'a rendu facile par notre manière. Par notre manière de jouer, appliquer en défense, appliquer en attaque. Donc le match s'est super bien passé. Donc il n'y a pas de souci. Vos coéquipiers, ils ont fait une très belle prestation. Face à une équipe très modeste. Bien sûr, ils ont fait une très belle prestation. On est tous professionnels dans cette équipe-là, donc on se doit de répondre présent à chaque minute qu'on joue. Donc c'est déjà bien, quoi. Et surtout, j'insiste à Samir Kelbouche qui a fait un très très gros match. Malgré qu'il s'est pris beaucoup de balles dans la tête, il est resté toujours lucide. Il est resté lucide, voilà. Je pense que maintenant, ce soir, il va avoir un peu une tête de boxeur. Mais bon, il est bien. C'est pas grave. Là déjà, sa tête, elle est un peu grosse, mais bon, c'est déjà bien, quoi. Bien. Demain, Inch'Allah, il y aura le match contre le Maroc. Tout le public algérien attend une très belle prestation de Sassi Bolté. Ah, ils attendent une prestation de Sassi Bolté. Ça, vous venez de me l'apprendre, ça, je ne savais pas. À part si c'est écrit peut-être quelque part. Mais bon, non, Inch'Allah, bien sûr. Non, Inch'Allah, on va essayer de tout donner pour avoir cette 5e victoire. On sait très bien que contre le Maroc, ça va être difficile parce que le Maroc, ils veulent viser la 2e place. Et pour ça, il va falloir qu'ils nous battent demain. Donc, eux, ils vont rentrer sur le terrain très concentrés. Appliqué et sérieux, donc à nous de rester aussi concentrés, de jouer notre jeu et d'augmenter le niveau match après match. Voilà. Inch'Allah, on répondra à présent et je répondrai à présent, Inch'Allah, demain. Haris Samir, awal moubarat lik liyom fqa'at harcha ada fil moustawa. Bon, alhamdoulilah, ya Rabbi, écoute, je me trouve, je suis en moukabala, en manque de compétition, en malabtu moukabala tlifatou. Bon, had chi raja al-sahabi li aounouni fil match ada, ya aounouni bich n'troul fil moukabala. سمير اليوم الأجواء في قاعة حرشة لقيت إصابات عديدة في العين ديالك، لكن سمير كربوش رد أنه حاضر ورغم الإصابة كمل المقابلة وأدى الإعلان. الحمد لله والله راك تشوف الجمهور هذا كاع غير يعني ما تحبش تخرج من التيران، والله العظيم يعني واحد يمدافون باش يفرح الجمهور هذا إن شاء الله. وعن أداء المنتخب الوطني في 4 مباريات اللي لعبهم لحد الآن. بون رانا نشوفوا بلي رانا كل ماتش الفريق قوي يتحسن. بون الفريق هذا ما يخفلكش بلي فاز على الفريق الكونغولي اللي فزنا عليه بصعوبه المره اللي فاتت، وين دخلنا الماتش سيريو وين كملناه كيما بدينا كيما كملنا الماتش والحمد لله يا ربي. عن مباراه المنتخب المغربي يوم غد ان شاء الله. بون احنا كل ماتش ان شاء الله نلعبوا شغل فينال ميم فريق مغربي ولا فريق واحد اخر، وغدوه ان شاء الله نمدوا افون باش نفرحوا الجمهور هذا. الله يخليك يا صاحبي. لاعب خميني السلام عليكم.
اليوم لاعب خميني ما دخلش في المباراة كما عودنا عليه والسبب توترك في الشوط الأول. اني باش نقول لك تما شاك جوار يقدر يفوت باساج عفيد في الشامبيونان دافريك هذه. بون انا لي ماتش اللي فاتوا صح درتهم بيان، مي الماتش تاع اليوم مالغري كان ماتش فاسيل مي ما قدرتش ندخل البريمير ميتون، ما دخلتش في المباراه. مي دوزيام ميتون صافا لقيت تما قدرت ندخل في المباراه والحمد لله كملت المقابله كي شتي بسكور تما سكور لور الحمد لله تما ني برومي. الشوط الثاني كانت عودة موفقة للاعب خميني بتوقيعه 8 أهداف. يعني بون سما مقابلة كانت سهلة. أنا ما دخلتش المباراة في الشوط الأول باسكو ما على باليش ما بليتو باسكو كنت بزاف كونسونتري ما فهمتش واش صرا لي بروميير ميتون. مي الحمد لله حنا كي نربحوا كامل سما ربحت الجيري ما نماركيش أنا ربحت الجيري. نحتاجوك في المقابلات القادمة أمام المغرب وخاصة تونس ومصر تكون في أوج عطائك. بإذن الله أنا نسمع ندير البوسيبل تاعي باش نقدر نعاون الجروب وسمو كل واحد عنده البوا تاعو في ليكيب ناسيونال. الحمد لله أنا بري إن شاء الله الدومي فينال بإذن الله. بخصوص مباراة المغرب اللي رايحة تجمعكم به يوم غد إن شاء الله. بخصوص مباراة المغرب يعني الفريق المغربي شفناه يلعب كورتيد حنا ما عندناش خيار واحد اخر غير الفوز. درجة زكيلي رابع مباراة المنتخب الوطني اليوم درجة عناصر اللي ما شاركوش مباريات الثلاثة السابقة اداء جد مقبول المنتخب الوطني المستوى في تحسن مستمر. والله حقيقة هذا قبل كل شيء نشكر اللاعبين نقول لي كانوا بإرادة قوية وهادو سمحوا لي اللاعبين اللي كانوا في الميدان باش يرتاحوا بعض اللاعبين لي يعطوا لي فرصه وانا ما نحبش نتكلم نقول لاعبين اساسيين حنا عندنا 16 لاعب والحمد لله اللي نقول كانت راه المردود تاع الفريق تاعنا راهو يتحسن في كل مقابله ان شاء الله نتمنى وان شاء الله كيما يقولوا نطلعوا بويسونس دوك يكون التفكير على المقابله تاع الربع النهائي ما مولا عندنا مقابله امام المغرب غدا والله صراحه انا ان شاء الله نحافظوا على المرتبه الاولى ويكون تفكير اكثر على الربع النهائي ان شاء الله. سيد رضا زكيلي لاعبينهم يكسبوا الريتم او يكسبوا الثقه على غرار عمر بن علي. والله حقيقه انا نقول ماهوش غير على عمر بن علي نقول كاع اللاعبين نقول لك شفتوا كانت عندهم هذيك الاراده واللي رانا نلعبوا في بلدنا وهذا عرس كورتريد. اليوم تم التأكد رسميا عن غياب اللاعب الدولي عبد الرحيم برياح فالفحوصات أكدت استحالة مواصلته للمنافسة. عبد الرحيم برياح اليوم تأكد رسميا بعد خضوعك الفحص اليرام أنك ما راكش رايح تشارك في البطولة الإفريقية هذه، تأثرت نوعا ما؟ كما يقول لك بيان سور كنت اثر باسكو سي بليسير باسكو اللي غادي تمنع ماشي غادي تمنعني من البطوله الافريقيه غادي تمنعني حكايه 4 5 مو بالك قبل. مي حنا نتمنوا ان شاء الله الشفاء في اقرب وقت ونتمنى ان شاء الله نعاود نولي الملاعب في اقرب وقت كما يقول لك باسكو انا الفريق تاعي كما فريق جياس بي يحتاج لي ثاني باش نكون معاه وندعمه باسكو ما يخفلكش ان عندنا دي كوب دافريك في لو موا دو مارس وموا دافريل كوب اراب ان شاء الله نلفي لو ماكسيموم باش نسين ونخدم الماكسيموم في لاريديكاسيون باسكو جو سور كو كيما كنت نحكي مع الطبيب صباح قال لي غادي باسكو ما تقعدش تضيع في الوقت يلفو كو توبيري باش تاسيري لو جونو تاعك ومن بعد ابري اللي فيها الخير ربي يجيبها. شنو هو نوع الاصابه اللي تعرض لها عبد الرحيم برياح؟ نوع الاصابه اللي تعرضت بها اللي تعرضت لها هي ريبتور باسيال تاع ليغامون كروازي متقطع في النص. مي ما سيد باش نحكي مع البروفيسور قلت له اسكو نجم ندير ان رونفورسمون ولا باش نريكيبيري قال لي تنجم ماشي ما تنجمش مي لو بروبليم كو غادي يقعد لك توجور ليغامون كروازي مقطع في النص وغادي يجي نهار وين يتقطع كامل وين تعاود تخسر الوقت اللي خسرته قبل. قال لي جو بريفير كو تبروفيتي لو ماكسيموم باش تسيد دير لوبيراسيون لو بلو توت بوسيبل باش او موا تريكيبيري في لاريديكاسيون لو ماكسيموم باش نسيب باش نولي الملعب في ساعة في ساعة. المنتخب التونسي سيطر بالطول والعرض على المباراة التي جمعته بنظيره الكاميروني حيث دخل مباشرة في المباراة واعتمد على الهجمات المعاكسة أين أمطر شباك المنتخب الكاميروني بالعديد من الأهداف لينهي لقاء أشبال سعد حسن أفينيديتش بنتيجة 33 مقابل 20 هدف.
كاميرا الهوغار تي في كانت حاضرة في المباراة ورصدت لكم الانطباعات التالية. مباراة قوية المنتخب التونسي والفوز كالعادة فوز. والله الحمد لله اليوم انتصار مقنع، اليوم بدينا بدفاع قوي شوية، هذاك علاش خذينا النسق من الأول، خذينا مباراة بدينا من الشوط الأول. دوزيام ميتون قعدنا معناها نحافظ على النسق، ما خليناش سكور معناها يتقلص، نحضروا من بارتي لبارتي، كل بارتي نحضروا بها بارتي من بعدها، غدا تستنى فينا بارتي كونتر مصر، دونك يلزمنا نكونوا حاضرين 100% وربي ينجحوا. مباراة كالعادة المنتخب التونسي فوز. والله الحاجة الحمد لله معناتها على الانتصار هذا، معناتها هذا توفيق من عند ربي. والله الانتصار هذا قاعدين نحن نتحسنوا معناتها من مباراة لمباراة، معناتها في كورب ديسوندونت، وربي وفقنا معناتها نحن نعملوا اللي علينا وخلي باقي على ربي. إن شاء الله معناتها نكملوا غدا في مباراة معناتها مصيرية ضد المنتخب المصري باش ندخلوا الدور الثاني بروح معنوية أخرى ونحافظوا على اللقب نتاعنا اللي جينا عليه الجزائر. تواتي مباراة انتصار آخر للمنتخب التونسي كالعادة، النسق تاع المنتخب التونسي راهو في تصاعد مستمر. الحمد لله يا ربي ذول انتصار آخر، انتصار اللي باش يخلينا نكملوا في مستوى وبيد مستوى تصاعدي من مقابلة لمقابلة. دوك مقابلة بأخف الأضرار فارق 14 نقطة. الحمد لله يا ربي ما فماش إصابات أبار أمين بنور إن شاء الله لاباس، إن شاء الله مش إصابة كثيرة. دونك مقابلة تخلينا باش نحضروا مقابلة غدوة كونتر المنتخب المصري كما يلزم، إن شاء الله نكونوا كونسونتري جوسكو بو، إن شاء الله نكونوا حاضرين 100% إن شاء الله. تواتي مباراة مصر راح تكون تدخل فيها حسابات ولا رايحين تلعبوها من أجل أنكم تلعبوها باش تحضروا نفسكم المباريات النصف النهائي والنهائي؟ لا فماش حسابات أنا ما يظل إذا نحبوا نزلوا شامبيونات أفريقيا هذايا إذا ننتصروا في مقابلتنا الكل. دونك داخلين ندخلوا كل مقابلة باش ننتصروا فيها. وان شاء الله ربي يجيبنا في الصيام، ان شاء الله معناتها من مقابله لمقابله ان شاء الله يتحسن مردود المنتخب ونكونوا حاضرين 100% ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. انتصار اخر للمنتخب التونسي ياكد به قوه. والله صحيح الحمد لله يا ربي معناتها عرفنا كيف ندخلوا في البطوله الافريقيه هذه، خاصه معناتها كل مقابله قاعدين نربحوا ب 12 و11 نقطه و10 نقاط. يظل لي هذا كله مشي على روحه، وتوا ابارتي من غدوه انا مباراه مصر لازمنا نبداو حاضرين 100% كونسنتري الولاد الكل يد واحده، وحتى لين نوصل بالمباراه للتاجر الافريقي نتاعنا والهدف هو اللي جايين عليه لهنا للجزائر ان شاء الله. ان غران برافو ميرسي للبوبليك ونتاع الجزائريين، فريمون نحس في روحي كاني في تونس، حاب نقدم لهم ميرسي بوكو. عبد الرحيم برياح اليوم عندنا مفاجاه صغيره ليك، جليل حب يهدي لك واحد الهدية صغيرة مناسبة عيد ميلادك. ماني فاني ذا سار ثواني ذا سايا كميل خويا الوا يا كميم ونحي الوا يا رحيم. قولوا لعبد الرحيم بوك عليه وتبجعني نجيب له التليفون شايفة شاء الله يدونا كاس العالم. قلنا 1 2 3 في فالجيري. Si vous voulez suivre l'équipe nationale, toutes les infos, les images, les moments passés avec l'équipe nationale en dehors, sur le terrain, soyez présents avec Intisar sur Hogar TV. اخبارنا شوفونا مع انتصار في الهوغار تي في. Pour continuer à suivre l'actualité de l'équipe nationale algérienne dans le ball, suivez-nous sur la chaîne Hogar TV. Pour plus d'actualités, venez sur Hogar TV avec Intisar. Vous aimez le nouveau, suivez-nous sur Hogar TV.